العمل كان متوازن يعني النجارين شغالين الحديدين كل بيكونوا بيفصلوا الحديد بيكون في نفس الوقت بيشوي. والإنسان الروحي ده بالولادة الجديدة دي يقدر يشوف ويقدر يفهم. أستاذ جناية اتولد في كينتا أربعة 2 1936، كان بيشتغل في شركة الكتان. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. هقول لحضراتكم قصه يمكن حكيناها مره قبل كده، بس انا عايز اخد منها نقطه معينه. يحكى ان كان في احد الاباء مسافر على طياره بين ولايتين في امريكا اعتقد، وهو راكب الطياره لاحظ ان في بنت صغيره موجوده مشغوله باللعبه بتاعتها. ابتدت الطياره هتبتدي تقلع خلاص، فابتدوا يقولوا لهم اربطوا الأحزمة. ربط أبونا الحزام وشاف إن البنت أيضا ربطت الحزام. بعد ما الطيارة أقلعت ابتدت تقريبا تخش في منطقة مطبات هوائية، وتعرضت الطيارة دي لمشكلة، وكانت مشكلة كبيرة مش قليلة. فابتدت الناس كلها ترتبك، وابتدأ كمان الطاقم بتاع الطيارة يبتدي يدي للناس التعليمات إن ممكن يحصل هبوط اضطراري، ممكن يحصل مشكلة، فابتدوا يقولوا لهم يعملوا إيه وقت المشكلة دي لو حصلت. يعني أبونا لاحظ وشد انتباهه جدا إن قد إيه البنت الصغيرة دي رغم إن هي صغيرة إلا إنها لا تبالي خالص، وغير مهتمة ولا مشدودة ولا متأثرة ولا خايفة ولا مرعوبة، رغم إن الناس الكبار في السن مشدودين كلهم. لاحظ ده وبشدة، يعني إن البنت مش في دماغها أي حاجة خالص. المهم في الآخر قدر الطيار يسيطر على الطيارة، وقدر إن هو يرجع تاني للمطار ونزل بهدوء وبسلام. فابونا كان عنده فضول يعرف ازاي البنت دي مش خايفه رغم صغر سنها. فاول ما نزلوا والدنيا استقرت راح سالها، قال لها بنتي انت ما كنتيش خايفه رغم التوتر اللي كان فيه والناس اللي كانت عماله تصرخ وتعيط والناس كانت مرعوبه جدا؟ فقالت له الجمله الاتيه، قالت له انا ما كنتش خايفه لان ابويا هو الطيار اللي بيقود الطياره دي، وانا ركبت معاه قبل كده كتير، وفي بعض المرات حصل بعض المواقف اللي زي دي، وقدر برضو يسيطر على الطيارة وينزلها بسلام، فأنا أثق فيه. فخد أبونا من كلام الطفلة الصغيرة دي عظة ليه هو. كلامنا النهاردة بقى كيف نثق في الله في الضيقات. حقيقة أحبائي الثقة دي تيجي من واقع خبراتنا في التعامل مع الله. في تاريخ قبل كده كبير وتعاملنا مع الله في مواقف كتير، وشفنا قد ايه ربنا بيقف جنبنا وقد ايه ربنا بيسندنا. ومش بس في الامور اللي تعرضنا فيها لضيق، ده في امور كتيره يمكن احنا ما نعرفهاش، يمكن كان علينا مكايد وناس كان بتدبر لنا شر وربنا حافظ علينا وسطرنا، يمكن كنت هتخش في مشاكل كتيره جدا وربنا اداك قرار في دماغك تمشي فيه او تمشي في الاتجاه ده وعافاك من مشكله كبيره جدا كانت هتحصل. كلنا بنمر بالظروف دي. فالنقطة اللي اديها لك عشان تقولي ان انا اثق في الله وقت الضيقة، هقول لك من واقع الخبرات تعاملاتك مع الله، وشوف ربنا كان واقف معاك قد ايه قبل كده. ارجع للكتاب المقدس، شوف العهد القديم، شوف ربنا قد ايه وقف مع شعبه وقد ايه ربنا صنع معاه ايات عظيمة ما حصلتش قبل كده ولا هتحصل تاني. قد ايه ربنا كان بيعول هذا الشعب. مين يتخيل ان شعب يعيش في البرية القحلة دي اللي ما فيهاش أي حاجة لمدة 40 سنة ويوصل في الآخر أرض الموعد ويفضلوا عايشين بمعونة الله؟ فعشان كده عايز أقول لك تماما، ثق دايما في وعود الله إن حتى في الضيقة ربنا هيعطيك صبر. مش شرط إن أنا أقول لك إن كل الضيقات ربنا يرفعها عنك، لكن أطلب من ربنا كده زي ما هو قال، وحتى يا رب لو سمحت لي بضيقة أعطيني فيها صبر وأعطيني تعزية وخليني أخرج من الضيقة أشد من الأول، واثق فيك أكتر من الأول. ثقوا تماما إن القديس بطرس الرسول لما كان ماشي على المية كان سعيد جدا وفرحان. لما ابتدى يحسبها بالفكر البشري، إزاي أنا إنسان وليا وزن وليا كتلة وما بنجذبش وقع في المية اللي هي سائلة دي، ابتدى يشك. فابتدى يعمل إيه؟ فابتدى يغرق. فأول ما ابتدى يغرق قال لربنا إيه؟ الحقني يا رب. فربنا قال له ليه شككت
افتكر كل تعاملاتي معاكوا قبل كده، هل في مرة كليت بيكوا؟ هل في مرة اعتمدتوا عليا وخزيتكم؟ وابتدى بطرس الرسول يشتد إيمانه مرة في مرة، حتى حينما وقع في مشكلة ان هو أنكر رجع على طول تاني وافتكر، وكلمة واحدة من المسيح بعد طبعا ما قدم توبة قوية جدا وقال له رجعه تاني لإيمانه القوي، وده اللي خلى إيمان بطرس ده اللي استرده ده خلاه يكلم 3000 نفس وبعزة واحدة منه يضم هذه الأنفس كلها إلى المسيح مرة أخرى. فعايز أقول لك النهاردة ده ربنا بيبان أكتر وتحس بقوته أكتر ومعونته أكتر وسنده أكتر وقت الضيقة. ياما ناس عاشوا حياة مرفهة جدا لسنين ويقول لك ما كناش بنشعر بالله ولا كان موضع اهتمامنا قوي ولا مركزين مع ربنا. امتى حسيت بربنا وامتى حسيت بقوته وامتى حسيت بسنده وقت ما وقعت في ضيقة أو وقت ما وقعت في مشكلة؟ يبقى ربنا دايما ينجينا من التجارب زي ما احنا بنصلي ونقول له، لكن أيضا بنصلي ونقول له يا رب ولو وقعنا في ضيقة أو في مشكلة يا رب عديها، كن معنا في الضيقة، كن معنا في التجربة وسندنا فيها وطلعنا منها أقوى ما كنا دخلنا في هذه الضيقة. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. سنة طيبة يا كنيستي، 50 سنة كنيسة القديسين سلم للسماء. كل سنة وانت طيبة يا كنيستي، 50 سنة كنيسة القديسين سلم للسماء. كل سنة وكنيسة طيبة وعبر سنين كتير حلوة. كل سنة وانت طيبة يا كنيستي سلم للسماء. كل سنة وانت طيبة يا كنيستي، 50 سنة سلم للسماء. كنيستنا يا مجيدة، كل ما فيكي جميل، جوهرة في الكون فريدة، غالية ملهاش مثيل. كل سنة وكنيستنا طيبة عقبال 100 سنة إلى منتهى الأعوام تشين رومبي. كل سنة وكنيستنا بتحطنا خطوة للسماء، بتحط سلمة للسماء. كل سنة وانت طيبة يا كنيستنا وإلى منتهى الأعوام. كل سنة وانت طيبة يا كنيستنا، 50 سنة كنيسة القديسين سلم السماء. كل سنة وانت طيبة يا كنيستي، 50 سنة سلم للسماء. اذكرنا يا رب اذكرنا ومتجئنا في ملكوتك.